Alors, دابا جبرتوني غادي نمشي نفتح لا فينيتر ديال لا سال دو تريتمون. سميشة يا خوتي، والله ما تقولوا فحال الجو د البارح، الدنيا مغيمه وش كطيح. غادي نفتح ايضا لا فينيتر ديال البيرو ديالي غير باش يدخل شويه وجد الهواء. صباح الخير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. انا جبرتوني دابا عاد غادي نفطر. دونك قررت انني نفطر برايدي وبتيبان اللي شريت البارح. غادي نسالي الفطور ديالي عاد ديك الساعه نبدا معكم الفلوغ ديال اليوم. بغيت يا زيني انا غنجبرتوني مازال ما ساليتش الخدمه، بلاتي عفاكم نشد هاد الطاقه باش ما يتسمعش الصداع على برا. كيف قلت لكم غادي نسالي الخدمه ديالي مع ديك الجوايه ديال 4:30 5، غادي ندوز مباشره باش غادي نبارطاجي معكم الغديوه ديالي، من بعد غادي نخرج على برا حيت عندي بزاف ما يدار. دابا حبايبي غادي نبارطاجي معكم الغداء ديالي واللي غادي نحتاجو فيه كميره من الحجم الصغير، الفيليتي ديال الدجاج ديجا شريتو بالقامه غير ديتو جبتو بجوج ديال الزبيده، غادي نحتاجو لاصوص تكساس غري، غادي نحتاج ايضا زويتنات هيدا مشرملين، غادي نحتاج جوج ديال الفليفلات حارين مرقدين مع شويه ديال البصله، واخر حاجه للتزيين غادي نحتاج القزبر. اذا غادي ندوزو مباشره باش نعمرو الخبيزه ديالنا. Thank you.
عبد الرحمن، السلام عليكم. لاباس عليك؟ بخير، احوالك طيبه؟ كلشي بخير؟ جبرتوني دابا عاد دخلت من الدار، دونك غادي نبارطاجي معكم كاع الحويجات اللي تقديت من قيصريه ديال الحمامه. دونك خديت هاد الميكات ديال الثلاجه 13 درهم، خديت هاد السريبتات ديال الكوزينه حتى هما 13 درهم، خديت هاد اللويحه ديال الخشب حتى هي 13 درهم، خديت هاد الطيله هادي ديال لي بوب كورن غير شريتها وانا نقول مع راسي اون فوا غادي نوصل للدار غادي نقلي الدراو غادي نختار شي فيلم على نتفليكس وغادي نتفرج فيه. خديت هاد التواليطات ديال الوجه ب 10 دراهم، خديت هاد الشامبوان ديال اللحم بالنكهه ديال لي سوريس 25 درهم، وخديت هاد ستيك ديال نيفيا ب 20 درهم. خديت هاد البيخامه هادي من عند الاخ عبد الرحمن، غادي نخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف. الثمن ديالها الاصلي 25 فرنك وخلاها لك اخر ثمن 23 فرنك. دونك هذا هو الصريول ديالها، كيجي بهذا الويس وهذا احمر، والسروال كيجي تحت الركبه. خديت هاد الفخامه هذه الثانيه حتى هي من عنده، ثمن 20 فرنك وخلاها لك اخر ثمن 170 درهم. هذا هو الصريول ديالها، كيجي طويول بهذا الشكل هذا. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهايه ديال هاد لا فيديو، نتلاقيكم باذن الله تعالى في فلوق جديد. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم.